مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه المجلة الإخبارية من ميديا أنتي في بطنجة وتتابعون فيها. انطلاق عملية الإحصاء المرتقب يوم الاثنين المقبل ونشر نتائج السكان القانونيين للمملكة على مستوى جميع الوحدات الترابية قبل متم سنة 2014. ملف اليوم يقودنا إلى الدار البيضاء، نتعرف من خلاله على شخصية سعيد جراري الذي يعد مثالا في سياقة الحافلة لضمان سلامة وراحة الركاب وسلاسة حركة المرور. وضيف اليوم المحلل السياسي إدريس قصوري يناقش معه مسألة التعاون الأمني بين الرباط ومدريد. ومن أبرز عناوين النشرة، الإحصاء العام للسكان والسكنة الذي سينطلق يوم الاثنين سيتيح معطيات جديدة حول الموارد البشرية وظروف المعيشة والبيئة. أولاند يؤكد أن الأسد ليس شريكا في مكافحة الإرهاب، وتنظيم الدولة الإسلامية يعدم عشرات الجنود السوريين. ارتياح ممزوج بالمرارة مع عودة الغزيين إلى بيوتهم المدمرة. أهلا بكم من جديد. البداية بالشأن المغربي، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني اليوم أن انطلاق الدراسة برسم سنة الدراسية 2014-2015 سيكون يوم الأربعاء العاشر من شتنبر أيلول المقبل بالنسبة للسلك الابتدائي، ويوم الخميس الحادي عشر من الشهر ذاته بالنسبة للسلكين الثانوي والإعدادي والثانوي التأهيلي. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها اتخذت كافة التدابير لاستقبال التلميذات والتلاميذ وضمان السير العادي للدراسة، ودعت الوزارة أولياء التلميذات والتلاميذ إلى الحرص على التحاق بناتهم وأبنائهم بمؤسساتهم في التواريخ المحددة. في موضوع آخر، أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي أنه سيتم نشر نتائج السكان القانونيين للمملكة على مستوى جميع الوحدات الترابية قبل متم سنة 2014. وأضاف الحليمي في ندوة صحفية عقدها أمس بالدار البيضاء حول انطلاق عملية الإحصاء المرتقب يوم الاثنين المقبل، أضاف أن التقنية الأوتوماتيكية في قراءة الوثائق ستمكن من معرفة فكرة صحيحة حول العدد القانوني للسكان قبل نهاية العام. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الزميل محمد أنس طموح. أهلا أنس. تحية طيبة لك لينا، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. أنس، هناك توجه نحو استعمال تكنولوجيا متطورة في الإحصاء العام للسكان والسكنة بالمغرب، حدثنا عن هذه النقطة. نعم لينا، فقد كشف المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي أنه سيتم استعمال تكنولوجيا جديدة في الإحصاء العام للسكان والسكنة 2014، حيث سيتم اعتماد الأقمار الاصطناعية لمسح كافة التراب الوطني خلال الأشغال الخرائطية والترشح عبر الإنترنت لتعبئة الوسائل البشرية الضرورية. الحليمي أشار إلى تطوير برامج معلوماتية من أجل تتبع وضعية مختلف المشاركين في إنجاز الإحصاء عبر توظيف المشاركين وتعويضهم، وتوسيع شبكة المندوبية الخاصة بالهاتف النقال لتضم المشرفين على إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنة بالميدان من أجل تتبع جيد لإنجاز الإحصاء الذي سيبدأ يوم الاثنين القادم. من الاثنين المقبل غادي يبدأ الباحثون غادي يبداو تيمشي ولا عند جميع المواطنين باش يطرحوا عليهم الاسئله ديال الاحصاء العام للسكان والسكنه. فالمرحله ديال التحضير ديال هذه العمليه الوطنيه الكبرى قد مشات الحمد لله احسن الظروف. فمن ناحيه تم الاختيار ديال الباحثين والمراقبين اللي غادي يكونوا تيراقبوا العمل ديالهم، وكذلك المشرفون اللي غادي يكونوا تيشرفوا على العمل تم الاختيار ديالهم والتكوين ديالهم تكوين متين تيجعلهم مؤهلين باش يمشيوا ويدخلوا
البيوت للمواطنين ويجعلوا المواطنين مطمئنين انهم سيتقبلوا ناس مؤهلين معروفين عارفين العمل ديالهم. أنس، نسبة كبيرة من ميزانية الإحصاء ستخصص لتعويضات المشاركين في الإحصاء والنقل، ماذا عن هذه النقطة؟ نعم لينا، فالمندوب السامي للتخطيط أعلن أن القيمة الإجمالية للميزانية المرصودة للإحصاء العام للسكان والسكنة 2014 برسم الفترة 2012-2015 ستكلف ما يقارب 897 مليون درهم، أي نحو 90 مليار سنتيم، مضيفا أن الميزانية المذكورة خصصت لأداء تعويضات المشاركين في الإحصاء وكراء السيارات والوقود واقتناء المعدات والأدوات اللازمة لإنجاز هذه العملية. وأوضح الحليمي أن تعويضات المشاركين في الإحصاء وكراء السيارات تمثل ما نسبته 85% من هذه الميزانية. أنس، المندوبية أكدت أنها سوف تستعين بالخبرات الوطنية في القراءة الآلية للوثائق بعيدا عن أي تدخل أجنبي، كيف سيتم ذلك؟ نعم لينا، فيما يخص استغلال معطيات إحصاء 2014 أكد المندوب السامي للتخطيط أنه سيتم تبني نفس التقنية المعتمدة خلال إحصاء 2004 المتمثلة في القراءة الآلية للوثائق دون اللجوء إلى الخبرة الأجنبية، بل بالاعتماد فقط على أطر المندوبية السامية للتخطيط الذين راكموا تجربة وكفاءة في هذا المجال. وفي هذا الإحصاء سوف يكون هناك إحصاء المشردين والسياح المغاربة والأجانب أيضا. أنس، سوف يتم إدراج أسئلة جديدة في استمارة الإحصاء واستعمال تقنيات تكنولوجية جديدة تتيح توفر على معطيات جديدة أيضا حول الموارد البشرية والظروف المعيشية والأوضاع البيئية، ما طبيعة هذه الأسئلة؟ نعم لينا، فالسيد الحليمي أوضح أن استمارة الإحصاء لسنة 2014 شهدت إدراج أسئلة جديدة يمكن من خلالها التوفر على معطيات حول جودة الموارد البشرية عن طريق التكوين واكتساب الخبرة خلال الحياة المهنية، ومعطيات بيئية كمصدر الطاقة المستعملة للطبخ، طريقة التخلص من النفايات المنزلية والمياه المستعملة، ومعطيات حول الظروف المعيشية للسكان. هناك أيضا أسئلة حول نوعية مواد بناء المسكن، المسافة الفاصلة مثلا بين المسكن ومصدر التزود بالماء الصالح للشرب، التجهيزات المنزلية، مكان العمل أو الدراسة، ووسائل النقل المستعملة لذلك. وهذا كله يدخل في إطار أسئلة الإحصاء العام للسكان والسكنة 2014 لنا. أنس طموح، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات. نبقى في الشأن المغربي لكن في موضوع آخر، حيث لقي 8 أشخاص مصرعهم في حادث سير وقعت صباح اليوم على الطريق الوطنية الرابطة بين سطات ومراكش على مستوى خميسات الشاوية التابعة لإقليم سطات. وأفادت السلطات المحلية أن الحادثة وقعت إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة أجرة كبيرة. وأضاف المصدر ذاته أن الركاب 7 الذين كانوا على متن سيارة الأجرة كبيرة وكذا سائق الشاحنة القادمة من إقليم أجدير لقوا مصرعهم في هذه الحادثة، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثمين إلى مستشفى سطات. حذر المبعوث السابق للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري مجلس الأمن من أن القتال الذي اشتعل في ليبيا خلال الأيام الأخيرة لم يسبق له مثيل من حيث الحدة، ويؤثر بشكل جد سلبي على الأوضاع المعيشية في البلاد. المسؤول الأممي شدد على أن الخروج من هذه الأزمة وتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد يتوقف على الالتزام بمبادئ التعددية والفصل بين السلطات واحترام القيم الديمقراطية. التفاصيل في تقرير نجاة بوتفسوت. اجتماع أعضائه لبحث الوضع في الأراضي الليبية، مجلس الأمن يخرج بقرار توسيع العقوبة المفروضة على ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة. القرار الذي تم تبنيه بالإجماع ينص على أن العقوبات تستهدف الأشخاص والكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب ما يهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن أو ما يسيء للانتقال السياسي في البلاد. الأمر يعني بالخصوص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وكل من يستهدف البنى التحتية كالمطارات والموانئ أو المقاري الدبلوماسية. كما يشمل القرار الأممي الأفراد أو الجهات الداعمة للمجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية. عقوبات تضاف إلى عقوبات سابقة كانت تشمل أنصار الراحل معمر القذافي، تتمثل في حظر السلاح وتجميد الأموال والمنع من السفر. خلال الاجتماع الأممي أبدى مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا قلقه البالغ
التاريخ حيال الوضع في ليبيا داعيا إلى الحوار، فيما حذر مندوب ليبيا الأممي من حرب أهلية واسعة النطاق في البلاد ما لم يتم نزع سلاح الفصائل المسلحة. التهديد الذي يشكله انتشار الجماعات الإرهابية أصبح حقيقيا. الوضع الأمني الفوضوي وقدرة الحكومة المحدودة للغاية لمواجهة هذا الخطر ربما خلق أرضا خصبة لخطر متنام في ليبيا وما وراءها. لقد ضاعت قيم الحق والعدل والصدق وسيطر الحقد والحسد وحب الذات. للأسف لم يعد لمبادئ الدين الإسلامي مكانا في قلوب المجموعات المتقاتلة والتيارات السياسية المتنازعة. الحكومة الليبية تظل عاجزة عن السيطرة على الفصائل المسلحة التي ترفض نزع السلاح، ليبقى حلم استعادة البلاد لاستقرارها ضربا من الهذيان. البلاد تعيش مواجهات بالأسلحة الثقيلة حتى في المناطق السكنية، والنتيجة سقوط قتلى مدنيين ونشر الرعب بين السكان وتضرر المنازل إلى جانب الاختطاف والنهب. وضع أمني معقد أدى إلى جانب النقص في المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود إلى نزوح أزيد من 100,000 شخص وإجبار 150,000 آخرين على البحث عن ملجأ آمن خارج البلاد. أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء أنشطة الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل، داعيا بلدان المنطقة إلى مزيد من التنسيق لمكافحة أكثر فعالية لهذه الآفة. وأكد أعضاء المجلس على درجة خطورة التهديدات التي تواجه السلام والأمن وتهدد بالنزاعات المسلحة وانتشار الأسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود. واعتبر مجلس الأمن أن مكافحة أكثر فعالية لهذه التهديدات تقتضي إرساء تنسيق فعال لمبادرات وتحركات بلدان المنطقة. وبعد الإشارة إلى أهمية الإدراك الوطني والإقليمي للاستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة بمنطقة الساحل، حث المجلس على مواصلة المشاورات المتينة بين بلدان منطقة الساحل وغرب إفريقيا والمنطقة المغربية، إضافة إلى المانحين الإقليميين أو إطار ثنائي أو متعدد الأطراف وباقي الشركاء بهدف تفعيل الاستراتيجية. أعلنت الأمم المتحدة عن احتجاز 43 فردا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أعلنت عن احتجازهم أمس من طرف إحدى المجموعات المسلحة في محيط مدينة القنيطرة السورية بالجولان المحتلة. وأوضحت الأمم المتحدة أن مجموعة مسلحة في محيط القنيطرة احتجزت أفرادا من حفظ السلام ينتمون إلى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في تلك المنطقة. وأشار ذات المصدر أن 81 عنصرا آخر من قوة حفظ السلام محاصرين في أماكنهم وغير قادرين على التنقل خارج مواقعهم بالقرب من منطقة أروحنا والبريقة. من جانب آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش أعدموا عشرات من جنود الجيش السوري الذين وقعوا في أسرهم بعد الاستيلاء على قاعدة جوية في شمال شرق البلاد. وأظهر مقطع فيديو بثه مؤيدو الدولة الإسلامية على الإنترنت اليوم، أظهر مجموعة من المسلحين وهم يقودون عشرات الأسرى من الجيش السوري في الصحراء. قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم إن قوات المعارضة التي تحارب الدولة الإسلامية في سوريا والعراق يجب أن تلقى دعم الغرب، وأن الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن يكون حليفا في الحرب ضد الجهاديين. نحتاج إلى تحالف كبير، لكن دعونا نكون واضحين، بشار الأسد لا يمكن أن يكون شريكا في الحرب ضد الإرهاب لأنه الحليف الأساسي للجهاديين، ولا يمكن الاختيار بين نظامين همجيين. أكد
أدى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية اليوم أمام البرلمان ليصبح رئيس تركيا الحديثة 12. وتلا أردوغان اليمين في مراسم أمام البرلمان وتعهد بحماية استقلال ووحدة تركيا والالتزام بالدستور وبمبادئ مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية العلمانية الحديثة. وبعد لحظات من أداء اليمين عين أردوغان وزير الخارجية أحمد داود أوغلو قائما بأعمال لرئيس الوزراء، وسيشرف داود أوغلو على الحكومة الحالية حتى يطلب منه أردوغان تشكيل حكومة جديدة من المتوقع الإعلان عنها يوم الجمعة. ارتياح ممزوج بالمرارة مع عودة الغزاويين إلى بيوتهم المدمرة. عكف العمال في مدينة غزة على تنظيف الطرق من الركام وإصلاح خطوط الكهرباء مع صمود وقف إطلاق النار الذي وضع حدا لحرب استمرت 50 يوما. هذا وأبدت العائلات النازحة مشاعر ارتياح ممزوجة بالمرارة لدى عودتها إلى بيوتها المدمرة. التفاصيل في هذا التقرير لعمر شملالي. لا شيء غير الخراب والدمار في حي الشجاعية. تنظر الحاجة سعاد إلى ما بقي من منزلها، لا يتبدى لها إلا الخراب. دمرت إسرائيل منزلها بما فيه. ولا إيش عارفين نطول، لا سنة ولد ولا لبس مدارس، هزيزة المدارس، ولا إيش عارفين نطول من الدار. رغم الدمار قررت الحاجة إصلاح ما تضرر. الخراب أفضل من التشريد تقول السيدة الستينية. هي إذن معادلة الفلسطينيين في الحياة. إحنا جبنا الجرافة عشان نجرب نعرف نطلع لنا شغلة من أوعينا، لكن هذا الآن مش عارفين نطلع شغلة، وإحنا في ظهر خرابة ساكنين والحمد لله. يبحثون عما تبقى من زمن السلم. بإزالتهم لكل هذا الركام يبدأ الفلسطينيون حياة جديدة. قبل 50 يوما لم يكن المشهد مثل ما يظهر الآن. حاولت إسرائيل مسح حي بأكمله، مسحت منه ما استطاعت وتركت بيوتا أخرى هي أشبه بالأطلال. 50,000 منزل دمر تماما يقول الخبراء. عاد الفلسطينيون إلى بيوتهم وعاد هؤلاء إلى ثكناتهم من حيث أتوا، خلفوا وراءهم خرابا وآلاف المآسي. رغم العدوان نجح الفلسطينيون في تحويل الركام إلى إبداع. استبدلوا الماء بالركام تعبيرا منهم على مشاركتهم في تحدي الماء المثلج العالمي. وصلنا إلى نشرة الأخبار الرياضية، وينضم إلينا هنا في الاستوديو عبد الله الجعفري. أهلا عبد الله. أهلا بك لينا وأهلا بالمشاهدين الكرام. البداية عبد الله بكرة القدم والندوة الصحفية التي عقدها بادو زاكي مدرب المنتخب المغربي. بالفعل لينا، حيث كشف بادو زاكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، كشف في ندوة صحفية عقدها اليوم بالرباط على لائحة من 23 لاعبا تم استدعاؤهم لمواجهة منتخبي قطر وليبيا على التوالي يومي الثالث والسابع من شهر شتنبر المقبل، وذلك في إطار تحضيرات النخبة الوطنية لنهاية كأس إفريقيا الأمم والتي ستنظم بالمغرب مطلع السنة القادمة. وضمت اللائحة 17 لاعبا محترفا في أوروبا وستة لاعبين من البطولة المحلية من بينهم حارس مرمى. وعرفت اللائحة الكثير من التغييرات كغياب مبارك بوصوفا لاعب لوموكوتيف موسكو الروسي والمهدي كارسيلا لاعب ستاندارد ليج البلجيكي ومحسن متولي لاعب الوكرة القطري. وقال المدرب بدو الزكي بأن المنتخب المغربي يتوفر على لاعبين مميزين ومن المستوى العالي، مضيفا بأن اختيار منتخبي قطر وليبيا جاء لتشابه طريقة لاعبهما مع المنتخبات المتوقع مواجهتها في النهائيات القارية. جاءنا عروض من منتخبات أوروبية بحال الإيطالي بحال البرازيل، ولكن عاد تلعب مع الإيطالي مع البرازيل مع فرنسا، فلا استراتيجية اللعب كتبدل. لهذا بالنسبة لنا كنقلب أنا على منتخبات اللي يمكن لا تخلق لنا نفس المشاكل ونفس الترجي ونفس الطريقة ديال اللعب اللي يمكن يطبقوها هنا، وحنا كيخصنا نقلبوا على الحلول، هنا كتكون الاستفادة أكبر. وتنظر الحمد لله عندنا قاعدة كبيرة من اللاعبين اللي كيزولوا في أندية اللي هي كبيرة، وأنا بهذه المناسبة كنهني المهدي بن عطيه على الالتحاق بفريق كبير وفريق عالمي كفريق بايرن ميونخ. لهذا بالنسبه لنا فعندنا
عندنا لاعبين في المساواة، عندنا لاعبين اللي يمكننا إن شاء الله حبار رحيم ننافسوا بهم على كأس إفريقيا. هناك قاعدة، هناك قاعدة لن نخرج عنها، كاين 6 أو 7 حراس مرمى. الآن الحراس اللي جاهزين، لأن كاين واحد المتابعة يومية من خلال المقابلات اللي تقوموا بها مع الفرق ديالهم، وكذلك من خلال التحدث ديالي اليومي مع مدربين ديال حراس المرمى الفرق ديالهم، فلذلك فأكثر استعداد الآن. ولكن هاد حراس المرمى إلا بقى في نفس المساواة تنظن غيكون صعب شيئا ما على أي حارس آخر باش يدخل يغير ياخذ المكان ديال الثلاثي، ولكن تتبقى الملعب مفتوحة، تتعرف كرة القدم هناك إصابات، هناك شد دو فورم، لذلك فدائما كاين عندنا العيون ديالنا على مجموعة من الحراس. ولكن كما قلت لك الآن حاليا فهاد الحراس الثلاث هما اللي تعطونا أكثر قناعات، اللي هما أكثر استعداد أكثر تنافسية. عبد الله، دائما في المغرب وجديد منافسات كأس العرش لكرة القدم. نعم لينا، والجديد هو تغلب فريق الرجاء البيضاوي بحصة عريضة على ضيفه الرشاد البرنوسي، وذلك عندما أمطر شباك الأخير بخماسية في ذهاب دور 16 نهاية كأس العرش لكرة القدم، ولم يمنح الفريق الأخضر الكثير من الوقت لضيفه للدخول في أجواء اللقاء، حيث شهدت الدقيقة الثانية هدفا مبكرا للبوركينابي يحيى كيبي، ثم تولت الأهداف. ودائما في دور البطولة اللاعب يحيى كيبي الذي سجل ثلاثية، فيما تكفل صلاح الدين العقال وجواد السن بتسجيل باقي الأهداف. وفي مباراة اليوم أيضا حسم التعادل السلبي مباراة اتحاد تونات وضيفه المولودية الوجدية، كما تمكن الراسينغ البيضاوي من فرض التعادل السلبي على مضيفه أولمبيك أسفي. إلى الكرة الأوروبية، بايرن ميونخ يقدم لاعبه المغربي المهدي بن عطية. نعم لينا، قدم نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم مدافعه الجديد الدولي المغربي المهدي بن عطية، والذي سيحمل قميص النادي البافاري لخمسة مواسم قادما من نادي العاصمة الإيطالية روما. وسيحمل بن عطية 27 عاما، سيحمل القميص رقم 5 في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا. وكان البايرن قد أعلن عن ضم اللاعب المغربي مقابل 30 مليون يورو، ليكون بذلك بن عطية أغلى لاعب عربي في تاريخ كرة القدم. بايرن يشعل سوق الانتقالات ويضم الإسباني ألونسو. بالفعل لينا، هذا ما أكده نادي بايرن ميونخ الألماني، والذي يواصل تعزيز خطوطه بأسماء مخضرمة لتأمين خط الدفاع، خاصة بعد إصابة الإسباني خافي مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي سيغيبه طويلا عن الملاعب، بالإضافة إلى إصابة غريبة ومزمنة للاعب الوسط باستيان شفانشتايغر. وكان ألونسو 32 عاما قد أعلن أمس الأربعاء اعتزاله اللاعب دوليا، وفجأ انتقال ألونسو للنادي البافاري عشاق نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، الذي طالما عبر عن تمسكه بمتوسط ميدانه الأنيق، والذي حقق العديد من الإنجازات والتتويجات مع الميرينغي منذ قدومه من ليفربول الإنجليزي في العام 2009. عبد الله، إلى أخبار إمبراطورية الكرة العالمية، بلاتيني لن ينافس بلاتر على رئاسة الفيفا. نعم لينا، هذا ما أعلن عنه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني اليوم، والذي قال بأنه لن ينافس السويسري جوزيف بلاتر على رئاسة الاتحاد الدولي للعبة في الانتخابات القادمة والمقررة في شهر ماي من السنة المقبلة. وقال بلاتيني 59 عاما قال بأن هذا القرار نابع من القلب، وبأنه
أنه سيتقدم بالترشح لولاية جديدة على رأس الاتحاد الأوروبي، لكنه لن يخوض انتخابات الفيفا. يذكر أن البلجيكي ميشيل هوغ عضو لجنة فيديا الاتحاد الدولي كشف أن بلاتيني الذي يرأس الاتحاد الأوروبي منذ 2007 أبلغ مندوبي الدول في الاتحاد القاري أنه يريد التركيز على الكرة الأوروبية فقط. كان هذا آخر خبرهم في المجلة الرياضية. عودة مجددا إليك لينا. شكرا لك عبد الله. إلى ملف اليوم الذي يقودنا إلى الدار البيضاء، نتعرف من خلاله على شخصية سعيد جراري الذي يعد مثالا في سياقة الحافلة لضمان سلامة وراحة الركاب وسلاسة حركة المرور. وضيف اليوم المحلل السياسي إدريس قصوري لنناقش معه مسألة التعاون الأمني بين الرباط ومدريد. ملف اليوم للدار البيضاء، ونتعرف من خلاله على شخصية سعيد جراري الذي يعد مثالا في سياقة الحافلة لضمان سلامة وراحة الركاب وسلاسة حركة المرور. التفاصيل في هذا الريبورتاج لرضوان بوحليح وطارق العمراني. قيادة حافلة في مدينة الدار البيضاء ليست مهنة سهلة، فهي تتطلب من سائقها الكثير من الدقة والصبر، وذلك لضمان راحة الركاب وسلاسة حركة المرور. وفي هذا الصدد يعد سعيد مثالا في الحفاظ على سلامة الركاب والحافلة، فقد حاز على أعلى درجة في هذا المجال. نتعاملوا مع الناس على حساب العقلية ديالهم، وكنشوف شويه لنا على سلامة الطرق، على حساب المدونة اللي كاينة والسير اللي كاين عاطينا كنمشيو به، وكنحترموا الناس واي واحد اللي يكون واخا يكون مش هو هذاك، ندير انا نكون انا اللي كنسوقو مش هو اللي كيسوقني، حيت حنا هازين الحافلة ومسؤولين على الناس اللي راكبين معنا، مش عندنا سيارة عادية كنديرو بحال هذا، كندير هذاك واخا يغلط كندير انا راسي انا هو اللي سايق هذيك السيارة ديالو. يذكر لنا سعيد انه وبسبب طول مسار الخطوط فإنه يصادف ازدحاما في حركة المرور، وكسائق حافلة يقدم خدمة للناس بشكل مباشر فإنه يرى أن سلامة الركاب وإرضائهم يجب أن يكون أولوية بالنسبة إليه. أي شيء فرشتو مش هو هذاك معنا في المدينة كنوريه، وخيل شتو مش هو هذا كنوريه، وخا كياخذ واحد التدريب ديال التكوين ما لحقش، هما كيعطوه تدريب لحقو كيعطوه الحافلة كيدربوه وكيعطوه طوبل مع شيفور وحتى شهر ولا شهرين هذا كيعطوه الحافله، ما يمكنش يعطوه الحافله من الزنقه للحافله. يعتبر تأطير وتخصيص مفهوم جديد للسائق المهني من بين المستجدات الجديده التي جاءت بها المدونه، والتي افردت وضعا متميزا لهذه الفئه من السائقين، واحاطتهم بنظام خاص وتكوين تاهيلي ومستمر، خصصت لهم جزاءات استثنائيه في حالات مخالفه الضوابط والمواد المؤطره لمهنتهم. لكن الى جانب التكوين التقني كاين واحد التكوين تواصلي ومعاملاتي اللي كيعلم هاد الناس، كنعطيهم الاليات وكنعطيهم الادوات وكنعطيهم التقنيات تاع كيفيه التعامل مع الزبناء. كننصح الناس باش يحترموا الحافله ويحترموا المدونه ديال السير، يدوزوا من المر راجلين ويعطي الحق السباقيه للحافله، وحيدوا من لاريات ديال الحافله كيكونوا عامرين، ما كيخلوش الحافلات كيوقفوا مزيان، خاصنا نحترموا السير كلنا مش عباد بعضي. الا بغينا نديروا السلامه ديال الطرق ديالنا ونحافظوا على روحنا وروح الاخرين. ضيف اليوم المحلل السياسي إدريس قصوري لنناقش معه مسألة التعاون الأمني بين الرباط ومدريد. في السنوات الأخيرة تبنى المغرب وإسبانيا مقاربة أمنية مشتركة تقوم على الاعتماد على آليات مبتكرة في التنسيق والتعاون ترمي التصدي للتحديات الأمنية المشتركة كالإرهاب والجريمة والهجرة غير النظامية. تعاون ثنائي ظهرت نتائجه على العديد من الأصعدة. التقرير لفاتحة أعلي.
الحرب على الإرهاب، مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة تجارة المخدرات، جبهات مختلفة وحدت جهود المغرب وإسبانيا في المجال الأمني واستدعت تبني مقاربة مشتركة لتنسيق الجهود ورفع كل التحديات الأمنية جنبا إلى جنب. تعاون مشترك سرعان ما ظهرت نتائجه جلية، خصوصا في مجال محاربة التطرف المؤدي إلى ظاهرة الإرهاب. بالنجاح كللت العديد من عمليات تفكيك شبكات تنشط على مستوى البلدين، تمت على التوالي في شهور مارس ويونيو وغشت 2014، وذلك بالاعتماد على آليات تبادل المعلومات بين الأجهزة المكلفة بالاستعلامات، وخاصة في مجال محاربة شبكات استقطاب مقاتلين لفائدة المجموعات الإرهابية. في مجال الهجرة غير الشرعية، أبان التنسيق والتواصل بين الجهات الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية عن سرعة كبيرة وتفاعل فوري في التصدي لأفواج المهاجرين غير الشرعيين. تعاون ثنائي ظهرت فعاليته في أعقاب المحاولات غير المعهودة للهجرة غير الشرعية التي تمت يومي 11 و12 من هذا الشهر. أما بخصوص مكافحة تهريب المخدرات، تقدم كبير تحقق خلال الفترة الأخيرة في هذا المجال، تشهد عليه عملية تفكيك عدة شبكات، سواء تلك التي تنشط بين البلدين أو تلك التي لها امتدادات دولية، منها تفكيك شبكات كانت تستخدم الطائرات في نقل المخدرات عبر مضيق جبل طارق. هي إذن تحديات أمنية مختلفة تضع المغرب وإسبانيا على نفس الجبهة، وتحثهما على تكثيف آليات التعاون والعمل على خلق دينامية في قنوات التواصل بين المصالح الأمنية للبلدين. وعيا بالدور الذي تطلع به المملكتان المغربية والإسبانية في الحفاظ على الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي. عقد وزير الداخلية محمد حصاد مع نظيره الإسباني خورخي فرنانديز دياث أمس بتطوان، عقد لقاء تطرق فيه إلى مختلف الملفات الثنائية، وذكر الطرفان بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين الملك محمد السادس والعاهل الإسباني فيليبي السادس، وأيضا مستوى علاقات التعاون بين حكومتي البلدين. كما جدد الطرفان عزمهما على تحسين آليات محاربة الإرهاب عبر تبادل المعلومات، لا سيما فيما يتعلق بتجنيد مقاتلين من طرف جماعات إرهابية. كما أشاد الطرفان بحسن سير عملية العبور لهذه السنة. وللوقوف على هذا الموضوع، يسعدنا أن نستضيف معنا هنا في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ إدريس قصوري. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا أخت لينا. أهلا يا هلا أستاذ إدريس. بداية، ما هي قراءتكم لجلسة العمل هذه الذي جمعت الجانبين المغربي والإسباني أمس في تطوان؟ في الحقيقة إن التقرير الذي قدمتموه يشمل مجموعة من المفاتيح المفاهيمية والمصطلحات التي من خلالها يمكن أن نلج هذا الموضوع ونفكك كل عناصره وخطوطه. نعم. ولكن اسمحي لي في البداية أن أتحدث بأن أربط هذا بسياق عام. تعلمون جيدا أن المغرب وإسبانيا تربطهم المملكتين تربطهما علاقات جيدة وتاريخية، وتأكدت هذه العلاقة من خلال الزيارة التي قام بها الملك الإسباني فيليبي للمغرب، بعد وتعد الزيارة الأولى لبلد خارجي بعد زيارة الفاتيكان. وهذا يعني أن هذا التعاون بين المسؤولين المغاربة توجد له أرضية سياسية صلبة ومتينة من خلال العلاقة الأساسية بين الملكين، ومن خلال لمسة الملكين لهذه العلاقات التاريخية. كما أن مثل هذا العمل في تصدي الإرهاب والجريمة لا بد أن تتوفر كي يكون فعال، كما ورد في التقرير، أن يمر عبر قنوات مسؤولة، وهذه القنوات المسؤولة في هذا اللقاء والنشاط الأمس هناك وزراء الداخلية ووزراء الخارجية ووزراء الأمن، وبالتالي فهي قنوات مسؤولة من أجل تأمين فعالية العمل وتيسير ووضع ضوابط وأسس صحيحة لأي عمل مشترك، وأيضا يعبر عن إرادة قوية للمملكتين معا وللمسؤولين جميعا من أجل وضع إطار جاد ونظام منتظم وصحيح ودائم ومستمر لمواجهة المخاطر بكل فعالية وبكل دقة وبكل نجاعة. نعم أستاذ، ما هي دلالات مضامين هذا اللقاء؟
في هذا الإطار وخصوصا انطلاقا من هذه المضامين يمكن أن نؤكد بأن هناك نوع من المسؤولية المشتركة لدى البلدين والمملكتين معا من أجل التصدي لمخاطر الإرهاب أولا، وثانيا الجريمة المنظمة والمخدرات والهجرة غير النظامية وكل المشاكل السياقية وقضايا الألفية بشكل عام، وبالتالي فهي تعمل من أجل إيجاد إطار أشمل وفعال يكون أعمق أمنا وأسلم من حيث عمله وناجعا من حيث وسائله وإجراءاته وطرق عمله، وبالتالي لا يكون مسألة مارة. فأعطيك فقط الحرص الدولتين معا في مسألة حقوق الإنسان حين تصدي للهجرة، البلاغ تحدث عن التزام حقوق الإنسان، فهناك إرادة وحرص لالتزام قواعد ومبادئ الأممية والدولية في حماية حقوق الإنسان أثناء العمل. فقط وحدها هذه النقطة تعد إيجابية بالنسبة لهذا التعاون المشترك والجاد بين البلدين. طيب أستاذ إدريس، ما هي أشكال التعاون الموجودة والمحتملة بين الجانبين؟ بالنسبة لهذه الأشكال يمكن أن نتحدث كما ورد في البلاغ عن عناصر أربعة أو خمس عناصر في الهجرة إلى آخره، ولكن نتحدث عن إجراءات قد تكون ضمنية وهي الإجراءات الأساسية التي يكون تؤتت نشاط وعمل مثل عمل أمس، تتمثل في تبادل المعلومة الصحيحة، في إنجاز برامج تدريب وتكوين، في المناقشة حول كيفية نقل التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة منها، في كيفية تيسير التحريات والبحث وما إلى ذلك، ثم في كيفية نجاعة إجراء دوريات مشتركة. ولا ننسى أنه في هذه السنة في سنة 2014 فقط تم العمل بنجاح عمليتين مشتركتين هامتين في مجال محاربة الإرهاب وما وغيرها من قضايا المخدرات والهجرة غير النظامية. طيب في ظل هذه المعطيات، أليس هناك دواعي أو دوافع أخرى لمثل هذا اللقاء في مدينة تطوان تحديدا؟ بالتأكيد إذا ما تحدثنا عن السياق الراهن وليس السياق العام، السياق الراهن الذي جمع الذي قد يكون باعث وراء هذا النشاط واللقاء أمس، نتحدث من خلال هناك استشعار للمخاطر المحدقة الآتية، ولكن هناك إرادة للتصدي الفعال لهذه المحادق باعتبارها تحديات ولا ينبغي الارتكان، وبالتالي نهج سياسة استباقية وقائية في هذا الاتجاه، سواء هذه المخاطر الآتية من ليبيا اليوم أو من سوريا أو من داعش العراق أو من أي داعش للوطن العربي. طب لماذا المنطقة الشمالية وتحديدا تطوان؟ واسمحي لي أن أضيف بأن هذا استشعار المخاطر، ثم هناك توجه نحو المستقبل من أجل التصدي لهذه الأمور. بخصوص تطوان أو منطقة الشمال عامة، دائما منذ سنوات كان هناك تواجد كثرة للجماعات التي تتبنى الفكر المتطرف والتي تذهب إلى سوريا وإلى العراق وإلى دول الجوار، وربما التي تقوم بعمليات هناك نظرا لمعرفة هذه الفئات بالمنطقة وباللغة الإسبانية، ولتواجد من يحتضنها هناك سواء من عائلات أو من مستقطبين، وإتقانها الأساسي للغة وتمكنها من إمكانيات الولوج والخروج والدخول وإلى ذلك، وأصبحت المسألة مسألة ألفة. فضلا لابد أن نؤكد ونكون صرحاء بأن هذه المنطقة على مدى زمن معين احتضنت جماعات سلفية جهادية خطيرة وتمكنت من مسح أدمغة مجموعة من الشباب أو مجموعة من الفئات المهمشة والفقيرة، وتمكنت من إرسالها إلى مناطق قتالية في العالم بأسره. المحلل السياسي الأستاذ إدريس قصوري، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات، وشكرا لك لحضورك. هذا كل ما لدينا في مجلتنا الإخبارية، للمزيد من الأخبار زور موقعنا على الإنترنت dtv.com. تحية طيبة لكم أينما كنتم.